20 محافظة يمنية عدا محافظتي حضرموت وسقطرى موبوءة بالكوليرا. عجز المنظومة الصحية المتهالكة في محاصرة الوباء أدى إلى حصد أرواح 859 شخصاً، فيما أكثر من 116 ألف شخص عرضة للإصابة بالمرض. لم تستطع المنظمات الدولية السيطرة على وباء الكوليرا حتى الآن رغم استنفارها في مواجهته، لتواصل الكوليرا تغييب الناس كقاتل يضاف إلى مآسي الحرب المستمرة. تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية سجل وفاة 859 حالة منذ إبريل الماضي، أغلبها في محافظة حجة بواقع 133 حالة. وخلافاً لباقي المحافظات التي يواصل فيها الوباء حصد الأرواح بشكل مفزع، تم محاصرة الوفيات بصنعاء عند 40 حالة رغم أسبقيتها في تسجيل أول إصابة بالمرض أواخر إبريل الماضي. الأمم المتحدة وجهت طيلة الأسابيع الماضية أكثر من نداء استغاثة لدعم مواجهة الكوليرا، وقالت بأن نقص التمويل يتسبب بتفاقم المرض، ما جعلها تقوم بدعوة المجتمع الدولي للمسارعة بتقديم التعهدات المالية لتغطية أنشطتها الإنسانية ووقف تفشي المرض، لكنها لا تجد الاستجابة المطلوبة كما أعلنت. التفشي المتسارع لوباء الكوليرا جاء في ظل تدهور كبير للمنظومة الصحية في البلاد ومنظومتي شبكات المياه والصرف الصحي واستمرار الحرب، بالإضافة إلى تأخر الحلول لأزمة الرواتب أدى لزيادة حجم الكارثة الإنسانية، والتي لم تفلح جهود المنظمات الدولية من السيطرة عليها ولا حتى نداءات استغاثاتهم للفت نظر العالم لمواجهة هذه الكارثة حتى الآن على الأقل.